موضوع اليوم هو الحديث عن الشكوى، وللحديث عن موضوع الشكوى يسعدني استضافة أستاذتنا الفاضلة الأستاذة إيمان قارة، محامية معتمدة لدى مجلس الدولة، وهي أيضا مجلس الدولة لدى المجلس، مجلس وهي أيضا عضو في منظمة الدرع العالمية للدفاع عن حقوق وحرية المواطن. مرحبا بك، صباح الخير شكرا أستاذة. استضافة مرة أخرى. الله يسلمك أستاذة. احنا كثير في العامية حتى نبسطوا المفاهيم والمصطلحات لمشاهدينا، كثير نقولوا نشكي مثلا لما يكون نزاع أو خصومة بسيطة يقول لك نروح نشكي، سواء الشكوى توديها للأمن أو للدرك الوطني، لكن الشكوى في القانون الجزائري ما مضمونها؟ الشكوى هو لما يكون شخص متضرر من فعل مخالف للقانون، فتلقائيا يروح يقوم بإيداع الشكوى أمام مصالح الأمن ولا الضبطية القضائية، ولا يروح يقدم الشكوى تاعو عند وكيل الجمهورية مباشرة. عنده الخيار. الشكوى لما يكون هناك ضرر، يعني أصابه ولا انجرى عن فعل مخالف للقانون ومنصوص عليه في قانون العقوبات، يتم إيداع الشكوى أمام مصالح الضبطية القضائية، يعني الدرك الوطني، الأمن الوطني وما شابه. هنا صافي، المواطن عنده حرية الاختيار أستاذة. ولا يروح يقدم الشكوى أمام وكيل الجمهورية مباشرة. هنا لما يروح لوكيل الجمهورية هنا يتم تسريع عملية التقاضي. يتم تسريع أمام تسريع الدعوة العمومية، يعني الدعوة العمومية راهي من اختصاص يحركها وكيل الجمهورية. لما يقوم بإيداع الشكوى أمام مصالح وكيل الجمهورية، راح يتصرف وكيل الجمهورية في الملف ولا في الشكوى إما بالقبول أو إما بالرفض، إذا كان شاف أنه الوقائع اللي راهو يدعى بها ولا أنه الوقائع اللي راهو يصرح بها لا تشكل جريمة، وبالتالي هناك طبقا لسلطة الملائمة تاع وكيل الجمهورية يقوم بحفظ الملف. طريق ثاني في إذا كان عنده قبول في الشكوى، حيمد له رسالة أما ولا يعني في اليد إلى الضبطية القضائية، يعني المكتب تعليمات النيابة، يعني تنفيذ تعليمات النيابة، راح يستقبلوه ويسمعوه ويحكموا الشكوى تاعو ويسمعوه ويقراوه ويسمعوه ويديروا له محاضر سامع، وهذيك المحاضر السامعة ترسل إلى وكيل الجمهورية، لأنه الضبطية القضائية تعمل تحت إدارة وإشراف وكيل الجمهورية الاختصاص ولا المختص. يعني وكيل الجمهورية هو يقوم بتحويل الملف؟ أكيد لماذا أستاذة باش تقوم بعملية للسماع التحقيق؟ للسماع لأنه وكيل الجمهورية ما عندوش الجهات اللي تقوم على مستوى المحاكم، أكيد لأنه محاضر الاستماع تكون على مستوى الضبطية القضائية، الأمن الضبطية الوطني القضائية أم أو الدرك أو ما، كل شخص له مخول عنده ضبطية قضائية ممكن يسمعه. جميل أستاذة. نشوفوا مشاهدينا أيضا، نشوفوا معا الشارع الجزائري مفهومه للشكوى وكيفاش يقوم بإجراءاتها القانونية، وهل هو على دراية بالطرق القانونية لإيداع الشكوى. شوفوا نعاودوا نرجعوا. قراءة شكوى يا خويا على حساب واش صرالك نتايا، تروح تشتكي كش ما صرالك، كش ما سرقولك تليفون بالك دناوليك، ما لازم غير يصرالك هذاك تروح تشتكي يا خويا. شكية تقولش على حاجة مشي تاع شكوى ما تشكيهاش، بيان سور تروح تشكي، لو كان ماشي شرطة وما نشكوش هما دار الشرع شكون بينا. جو في ديبوزي دابور بلانت في كوميساريا، وهما يعطوني الإجراءات اللي لازم، يعني واش لازم نتبع باش ندير هذاك لو بلان تاعي. ابوزيت عند الجندرميري عند الدرك ونستنى، خش رحنا انا سوقي لي دو بورتاب، راح بوزيت استنيت اليمنى هذا ما عنده واحد الشهرين ولا شي، اليمنى هذا ما عادش جابوا، لكن عاود ملي عندهم نشوفوا واش كاين. الا ما بقيتش عندهم وين تروح؟ العداله، العداله تفصل. تتقدم للبوست بوليس، ودوكا خرجوا هذيك تاع السيت تماك، تقدر اونلاين كدايا تقدم الشكوى ديالك. بلا لا بوليس ديبوزي بلانت بالسيت لي امرني، ومن تما سيت افوكا روح للدار شرع نطاكي. شغل القاضي ماشي قاضي، استاذ نروح المعني بالامر هي الشرطه، ديبوزي تماك بلانت ونطرح لهم واش صرالي.
مرحبا بكم مشاهدينا، مرحبا بك أستاذة. كانت يعني زبدة مما قام به الزميل أعمر، قام بصبر الآراء، جس نبض الشارع الجزائري فيما يخص الشكوى. كانت مداخلة يعني ما شاء الله، نشوفوا باللي المجتمع الجزائري راهي عنده ثقافة قانونية في كيفية إيداع الشكوى. احنا إيداع الشكوى كده أي واحد يعني يكون واحد 10 سنين في عمره يقول واحد شكي بك عند لابوليس، راهي حاجة بديهية يعني. الشكوى راح نشكي بك عند لابوليس، يعني حاجة بديهية يعني. لما يكون الشخص هو متضرر هو اللي يقوم بإيداع الشكوى. خاصة ولما يوصل يعني ما سمع وكيل الجمهورية أنه هذه الشكوى عنده جر يعني أفعال أخرى مخالفة للقانون، هو حركة الدعوة العمومية من تلقاء نفسه. أستاذة، نشوفوا باللي الفرق لما تكون المتابعة تاع الشكوى هذه، المآل تاع الشكوى، مش بالضرورة تلحق للقضاء، بحتمى إذا هذا الشخص ما كانش عنده الدليل اللي يثبت الحجية نتاعه في خلال المحضر. لا، ما في الجزاء يعني الدين محمول، يعني محمول على السلطة القضائية، يعني الدليل أنه السلطة القضائية هي اللي تجيب الدليل، يعني التحقيق والتحري وما شابه، أن السلطة القضائية هي اللي تتكفل به، ليس كما المدني فهو مطلوب أنه الإنسان هو اللي يثبت. وبالتالي لما يكون عنده دليل ولما يكونش عنده دليل، حنا في القاضي الحكم هو اللي راح يقدر ولا يكيف هذا الفعل. أيضا عندك الشكوى راح ثاني، كان إذا كنا بمفهوم إجراءات جزائية، كي تكون الشكوى اللي لازم اللي منصوص عليها في الجرائم اللي منصوص عليها في الخيانة الزوجية والنصب والاحتيال وما شابه، اللي تقدمي شكوى وتستدعي يتم استدعائه مباشرة إلى الجلسة. جميل أستاذة. نشوفوا باللي المشرع الجزائري حتى يذلل الصعوبات للمواطن في ظل هذه الثورة التكنولوجية اللي رانا نشوفوا فيها، أو ما يعرف بالحكومة الإلكترونية واللي بدأت مع الإدارة الإلكترونية، تم استحداث طريقة جديدة وهي طريقة رفع الشكوى إلكترونيا. هل فعليا وعمليا بشر العمل بها؟ ما راهوش، مازال ما باشروش، لانه عده مازال ما التقنيين، مازال ناس ما باش نديروا شكوى ولا حاجه، لازم الالكتروني، لازم الشعب يكون ديجا واعي بهاد الشكوى، لازم يكون متثقف فيها، لازم يكون متطور فيها الى اخره. وما مضمون الشكوى الالكترونيه؟ هل نشوفوا باللي وزاره العدل قامت باستحداث موقع الكتروني عبر الويب من خلال المواطن الجزائري يقدر يقوم ب، هل هناك يعني ما فيش أرضية اللي تسمح انه يقوم بإيداع الشكوى ولا انه احنا ما يعني بتحفظ انه رانا دول العالم الثالث، يعني نحتاجوا نوع من يعني التطوير، نوع من الاستخدام الحديث من يعني استخدام التكنولوجيا الى اخره. ايضا لازم يكون لازم رقم الشكوى لازم تاخذيها، ورقم الشكوى لازم محكمة الاختصاصية يتقيد، ولازم الارضية والبلاتفورم الى اخره. مازال كل البعد، مازلنا استحدثنا قلنا الشكوى الالكترونية، بس مازال الارضية مازالت ما هيش واجهة، ولكن اكيد فيها عمل لتطويرها ان شاء الله سنوات اخرى ان شاء الله يا رب. فيما يخص الشكوى، احنا دائما نشوف باللي كل من يقدم شكوى هو متضرر، احيانا نشوف باللي كثير اشخاص يقومون بتلفيق التهم ضد اشخاص اخرين عن طريق الشكوى. نحكي على الجانب الجزائي، في حالتنا اذا توصلت التحقيقات سواء على مستوى الضبطية القضائية او الجهاز القضائي بانه الطرف المشتكى عليه بريء، هل في هذه الحاله تفرض عقوبات او بالاحرى توقع عقوبات على الشاكي؟ لا، الا في حاله ما اذا قام المشتكى منه، ولا انه يعني الشخص اللي اخذ الحكم بالبراءه يقوم برفع الدعوه عموميه ولا بشكايه، يعني كما نقولها في الوشايه الكاذبه،
لما يكون تحصل على حكم البراءة وقرار نهائي بالبراءة أمام مجلس، فهو يقوم ب إذا الشكوى بالوشاية الكاذبة ضد يعني الضحية اللي شكا به. طبيعة الشكاوى أستاذة، هل هناك شكاوى عندها طابع استعجالي وتستدعي أنها تأخذ الأولوية؟ اللهم إذا كانت الشكاوى إذا كان طبيعة الجرم اللي مرتكبو ذلك الشخص، هي الدعوة العمومية على حسب سلطة الملائمة تاع وكيل الجمهورية، وأيضا قاضي التحقيق إذا كان في التحقيقات إلى آخره. احنا نشوفوا باللي الطابع تاعها أنه لازم تسريع الإجراءات في القبض عن المتهمين إذا كان جريمة خطيرة، أو لازم يكون في ظرف قياسي باش ما يأثروش على الأدلة الإجرائية، أدلة الجريمة إلى آخره، باش ما تروحش وما شابه. مثلا إذا كان ضرب الجرح العمدي المبدئ لعاهة مستديمة، فهو وبالتالي لما تروح تشكي تروح لابوليس تدخل عنده أوتوماتيك محل تسرع الإجراءات للقبض عن المتهمين من أجل تسريع وتيرة التحقيقات. أيضا باش ما يأثرش على التحقيق لازم يقبضوا على المجرمين في أسرع وقت، أقرب وقت ممكن. ناخذ مثال أستاذك، حالة الحضانة تاع الطفل الرضيع ممكن يكون في عمره شهر أو شهرين، وقام الوالد باختطاف هذا الطفل اللي هو ابنه من الحاضنة اللي هي الوالدة نتاعه. هل هذه القضية، هذه الشكوى لما تقدم بها الأم الحاضنة تأخذ طابع الاستعجالي؟ هي عدم تسديد الطفل، ووكيل الجمهورية يقوم بإجراء آخر تدخل ضبطية قضائية ولا المحضر القضائي باش يسلم لها الطفل عن طريق وسيلة قانونية. تختلف الشكوى في المجال المدني على الجانب الجزائي الجنائي، هكذا قلتي؟ الشكوى المدنية عرض افتتاح دعوة من أجل كذا وكذا وكذا، يعني صايب ضرر، كان حق ولا كان التزام، كان عقد شريك متعاقدين، كان حق لازم ياخذوه عن طريق المدني خصوصا كذا التعويض إلى آخره. أما الشكوى الجزائية فهي مختصة أنك تكون إحنا ضرر، أنا راني مضرارة، يعني مثلا إذا كنت أنا مضرارة هاني نروح نحط الشكوى تاعي نحطها امام وكيل الجمهوريه ولا امام الضبطية القضائية من اجل تبليغ فقط عن جريمه، والدعوى المدنيه ولا الدعوى العموميه فهي من اختصاص التحريك، من اختصاص وكيل الجمهوريه ولا شخص المتضرر عن طريق الادعاء المدني امام قاضي تحقيق. وهنا الدعوى العموميه فهي تاخذ مجراها، يعني بمجرد انه ثبت ان هناك فعل جرمه القانون. استاذه كنصائح يعني توجيهات تمديها للمواطنين، كان نشوفوا كثير افعال ولكن المواطن الجزائري خوفا من كثير امورات يرفض التبليغ عنها. نشوفوا بلي الشكوى هذه هي دليل حمايه المشرع الجزائري حطها او يعني سخرها لصالح المواطن الجزائري حتى يحمي نفسه. وأكيد الشكوى يعني هي في الجزائر، يعني في الجانب الجزائي أن الشكوى تعتبر أنه نوع من أنواع التبليغ عن الجرائم والأفعال المخالفة للقانون والمخالفة للنظام العام. المشرع الجزائري هنا أعطى نوع من كما تفضلتي وقلتي نوع من الحماية للشخص وللأفراد، يعني لازم أي واحد يكون مخالف للقانون ما خليهش يزيد يتمادى في القانون، يتمادى في الفعل المخالف هذاك، يتمادى على القانون ويتمادى على النظام العام وعلى كل شيء، يخلق نوع من الاستقرار لأنه يكون خليه نوع من الاستقرار. لما نقوم بالشكوى ولا بالتبليغ عنه ولا إلى آخره راح نحافظ نوع من الاتزان في المجتمع. الشكوى هي بمثابة همزة وصل بين الدولة وبين الشعب، هي اللي تضمن الطابع المدني أستاذة. لا ماشي طبع مدني، هذه طبع جزائي. حتى في المدني المدني كان عارض افتتاح دعوى الشكوى، يعني اذا كان عندك حق متنازع عليه نروحوا للمدني. اما الشكوى في الجزائي فهناك جريمه ترتبط دائما هناك جريمه يفترض ان يكون هناك جريمه بالركن المفترض للجريمه.
وما نشوفوش باللي كان في استثناءات، مثلا في حاتمة اذا كانت نزاعات اسرية عائلية واحد الاطراف تقدم بشكوى ضد الاصول او الفروع، هل يعني ما فيش نوع من التحفظ؟ لانه نشوف كثير في القانون الجزائري لما تكون امور خاصة يعطي لها خصوصيتها اكيد كاين اجراء، يعني ما نروحوش لقضي الحكم، اجراء يقوم به وكيل الجمهورية والوساطة الجزائية والصلح الجزائي عن طريق الشكوى فقط. عن طريق الشكوى هو اسكو يرتئي، اذا ارتأى انه لازم وساطه جزائيه ولا صلح جزائي، فهناك يخرج بالقوانين بالاتفاق ما بين طرفي الخصومه حفاظا على توازن الاسري ومنع التفكك الاسري الى اخره. زمان لها طابع خاص، لديها طابع خاص. شكرا لك استاذ على كل هذه التوضيحات والافاده. شكرا لكم مشاهدينا، ألقاكم في عدد جديد وموضوع قانوني جديد بإذن الله.